السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نحاول شرح أفضل وأروع وأجمل بالنسبة لي أنا موقع الذي يعطيك بروكسي يمكنك استخدامه في العديد من الأمور بتكلفة جد منخفضة. وهذا الموقع يمكنك مشاركته مع أصدقائي حتى 4 أشخاص، لدرجة أنا حاليا أشارك هذا الموقع وأعطيه للمتتبعين بالمجان. لدي باقة 200 بروكسي حاليا وأعطيها للأعضاء بالمجان. الموقع، هناك العديد من المواقع، لكن المشكلة في هذا الموقع ثمنه مرتفع نوعا ما وفيها نوع من الصعوبة في الاستخدام. هذا الموقع سهل جدا وأنا شاركته في العديد من الفيديوهات، والغاية من هالفيديو وأنني سوف أشرح معك كيف تستخدمه بشكل حرفي جدا. قبل ما نبدأ أحب أن أشكر كل من يشارك معنا طاقة إيجابية في القناة. حاليا توصلنا ببلاغ حقوق الملكية، يعني شخص قمنا بشرح بشكل شرح برنامج وقام بالتبليغ عنا على القناة على يوتيوب، ويوتيوب قام بحذف الفيديو وأعطانا سترايك، وتقريبا على ما أعتقد كلها أيام معدودة وهناك احتمال كبير أن يتم إقفال القناة. فقط أريد أن أشكر كل من يشارك معنا طاقة إيجابية. في نفس الوقت أود أن أشكر دكتور فرفر، لأنه صراحة لولا دكتور فرفر لما وصلنا إلى هذا المستوى في مشاركة الفيديوهات، لأن هناك موضوع مميز وهناك إقبال وفيديوهات وبرامج صح التعبير التي شاركها دكتور فرفرية برامج جد مميزة، ومن الصعب ومن المستحيل الحصول على هذه البرامج لولا العمل الذي قام به دكتور فرفر. وصراحة أنا أحيي وأشكر دكتور فرفر لهذه المناسبة. ودعونا نبدأ على بركة الله. سوف تذهب إلى الرابط الموجود في الوصف، اذهب للفيديو، قم بتسجيل، فالتسجيل مجاني. بعد تسجيل في الموقع سوف، متى نفترض ان لديك باقه، قمت بشراء باقه او تود شراء باقه، فالمساله بسيطه جدا. اذهب الى سبسكريبشن براوز بلان، اختار اسهل باقه وابسط باقه، تقريبا $3 في الشهر. يمكنك التجديد، يمكنك الالغاء على حسب ذوقك. 100 بروكسي تقريبا $3. اختار الدول التي تريدها او البلدان التي تعجبك. بعدها عندك 250 جيجا كافيه جدا. نور فريش، لا تغير اي شيء بهذه الاعدادات. إذا عندك اشتراك سنوي لا تقوم بتفعيله، اقترح فقط اذهب بالشهر و continue. سيتم نقلك إلى صفحة عليها الفيزا والماستر كارد، قم بعمل الشراء. بعد شراء البروكسي سوف تذهب إلى Browse Subscription، سوف نذهب إلى Proxy ونذهب إلى IP Authentication. هنا المسألة جد مهمة، قم بإدخال IP الذي تريد أن تستخدم عليه البروكسي. عندك الاي بي على الحاسوب الخاص بك، وعندك مثلا في بي اس، اير دي بي، لما غير ذلك. اذا كنت تريد استخدام البروكسي على اير دي بي، قم بادخال الاي بي الخاص بالاير دي بي، لا تقوم بادخال الحاسوب الخاص بك، لانه هذا البروكسي سوف يشتغل على الاير دي بي وليس على الحاسوب الخاص بك. كيف تحصل على الاي بي؟ مساله بسيطه جدا، اكتب في جوجل، اذهب للاير دي بي او الفي بي اس، اكتب في جوجل وات از ماي اي بي، سوف يظهر لك الاي بي، قم بنسخه واضفه في هذا المربع. مساله بسيطه جدا، عندك صديق، عندك اخ، عندك حبيب، اذهب الى هنا وقم بادخال الاي بي الخاص به ليكون بمقدوره استخدام ايضا هذه البروكسيات. بعد ادخال الاي بي، ونعتذر لاني اتكلم بسرعه لكي لا اطيل عليكم الفيديو، نذهب الى بروكسي ليست، نختار طبعا لدينا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، نوع نختار HTTP، نوع الاوثنتيفيكيشن ميثود اي بي اوثنتيفيكيشن، يعني كل من يتصل بهذا الاي بي ويستخدم البروكسي سوف تشتغل معه، ونختار دايركت كونكشن، وننقع على داونلود بروكسي ليست، ونذهب الى البروكسي ليست ونقوم بكنترول سي، ونذهب الى اي برنامج لدينا او اي، سواء ديابوليك ترافيك بوت، سواء سوشينيتر الى ما غير ذلك، ونقوم بهذا الشكل options private proxies، ونقوم بإلصاق البروكسي، وهنا سوف يشتغل معنا البروكسي بدون أي مشكلة. مسألة بسيطة جدا، اذهب إلى الإعدادات، اذهب إلى IP authentication، قم بإدخال IP الخاص بالجهاز الذي سوف تستخدم عليه البروكسي، اذهب إلى list، اختار الدول التي تريد الاتصال بها، النوع الكونكشن بروكسي بروتوكول HTTP، نوع authentication method IP authentication، وكونكشن ميثود دايركت كونكشن، وقم بتحميل البروكسي وسوف تشتغل معك بدون اي مشكل. الموقع سهل جدا وبسيط، ويمكنك استخدامه في العديد من الامور. فقط يعني شاهد الفيديو وقم بتطبيق الشرح.
إذا عندك استفسار اكتبه في التعليقات، ونود أن نشكر مرة أخرى كل من يشارك معنا طاقة إيجابية، ودمتم في رعاية الله وحفظه.